همامة الثورة. فنزلت أدور على ذاتي بقى في الثورة وأشوف اللي حصل لي وأحاول إن احنا نخلق مجتمع جديد ونحس إن في نشم نسيم الحرية. فنزلت الميدان وشاركت في الثورة واتصبت يوم جمعة الغضب. خبطتني عربية أمن مركزي قدام الجامعة الأمريكية، قطعت لي الرباط الصليبي والغضروف في الركبة، وجابت لي انزلاق في 3 فقرات غضروف في الظهر وانكسار في الفقرة من 11 للـ5. جات المليونية، مشي الطبيعي جدا. ولما المليونية انفضت بدأت الناس تمشي، وما فضلش اللي احنا كنا حوالي 25 واحد او 30 مصاب اللي كنا في الميدان. حوالي الساعة 10:30 انا كنت نايم، بصينا لقينا الخيمة المشمع بيتشد من علينا والحاجة بتتهد علينا، وبنفتح لقينا حوالي بتاع 3000 عسكري وضابط عاملين كردون حوالين الصينية، واحنا في وسطهم. يعني حاجة، ليه القوة المفرطة ضد الناس دي وسايب البلد كلها من غير امن ومن غير تواجد ومن غير قلنا لهم طيب يا جدعان دي خيمة مصابين ثورة. قام رد ضابط منهم ثورة ايه يا اولاد الكلب، الثورة خلصت ما عادش ثورة. وقعد يسب لنا بابونا وامنا والفاظ يعني الواحد يستحي يقولها قدام اي حد. ونزلوا فينا ضرب بقى بالهرولات وسحل في الشوارع، مسحوا بينا الارض. كان معانا راجل مسن عنده بتاع 60 سنة، الضابط شده رماه في الشارع. الله يرحمه ده توفى، وكلنا بقى دمنا ساح واتفرقنا في الميدان، وقطعوا حاجتنا وولعوا في بطاطنا وولعوا في هدومنا وكل حاجة. وبعد فترة بقى الناس اللي شافتنا يعني عطفت علينا، يعني انت بتموت واحد لو هتنفيه ما من بعيد، يعني هو عاوز يفض الناس استعطف الناس، زود المبلة طين زمون. الناس بدأت تتجمع على تعاطف المصابين اللي انتوا بتضربوهم دول، بدأوا يتصلوا ببعضهم، بدأت الناس تنزل الميدان. بصينا على آخر النهار بقينا أعداد رهيبة، يعني أقول لك 20 30 ألف 40 ألف. لما الدنيا لما انضربنا بقى واشتغل ضرب ليل مع نهار ما عندناش بننام بقى، وقعدنا في الصينية من غير غطا في السقعة والبرد على الأرض، وهم عمالين يضربوا فينا، نجري كر وفر وهنا وهنا. والشباب بدأ يعمل صدوره في وشهم عشان يحمي المصابين اللي هم لا حول لهم ولا قوة، بدأ هم يضربوا في الشعب ان هو تضامن مع المصابين، بدأوا يوقعوا منهم قتلى ومصابين. تاني يوم برضو نفس القصة، ضرب 24 ساعة، قعدوا يعني قعدنا في 50 ساعة حرب، بيحاربوا مين؟ بدأت الأعداد تزيد في الميدان، بدأت تبقى ناس رهيبة، واشتعلت مصر بالكامل تضامنا مع المصابين. اشتعلت مصر بالكامل، يعني هو كان في دماغه ان هو بيخلي الميدان عشان ياخد صورة أرشيفية للتلفزيون ينقلها ان الميدان فاضي والعربيات فاضية ومفيش حاجة اسمها مصابين ومفيش حاجة اسمها تجمع ومفيش حاجة حصلت. انقلبت عليه بالضد، الناس نزلت والناس تضامنت مع المصابين وافتكرت دمها اللي راح، واهالي الشهداء افتكروا اولادهم اللي راحوا، والناس افتكرت المأساة اللي حصلت ونزلت وتضامنت وبدأت تنزل. يوم الحد اللي هو كان الحد الدامي الاخر، ناس ماتت كتير جدا وكانوا بيجوا عن طريق محمد محمود اللي هو مدخل وزارة الداخلية. فالشباب كان بيصد الهجوم بأجسادها بدون اي حاجه، حتى اللي كان بيشيل طوبه ويزقولها ما كانتش بتوصل للعسكري عشان يحافظوا على الناس المصابين اللي قاعده في الميدان اللي مش عارفه تتحرك ولا عارفه تجري. بقى يضربوهم بالذخيره الحيه والخرطوش والبلي، وانا معايا رصاص، معايا عبوات فرد بتاع الغاز وبتاع الرصاص وبتاع موجوده معايا في الميدان. لما جيت بقينا ننزل احنا المصابين نسعف الناس، بقينا ناخد حاجات من المستشفى الميداني، بخاخات وبتاع ده خل نشممه للناس عشان تفوق من الغاز وكده. وبقى الضرب يجي علينا، تنينا لما بقيت اخش اسعف الناس لحد ما دخلت لحد المدرسه ولحد الجامعه الامريكيه جوه شارع محمد محمود. لما الشباب هجموا باجسادهم ودخلوا والذخيره بتاعتهم خلصوا، قالوا احنا اخواتكم احنا خلاص ما فيش ضرب، الضرب اتوقف. الشباب يعني صدقهم
وفكر انهم ما بيكذبوش عليه، لحد ما جابوا ذخيرة وراحوا شغالين ضرب في الشباب تاني. بدأت الناس تسقط وبدأت الشباب ترجع بطريقة هستيرية فظيعة. انا طبعا مصاب ما اقدرش اجري، حصلوني العساكر ونزلوا عليا ضرب بالهروات والرجول. مش هيسيب الثورة تروح، ان كان هم عاوزين ينسونا الثورة احنا مش هننساها ومش هنسيبها. وبعدين الشعب خلاص عرف سكة الميدان، يعني جت حكومة جديدة، جت حكومة قديمة، المجلس العسكري مسك، طنطاوي مسك، الشعب عرف سكة الميدان ومش هيسيب الميدان غير ما ياخد حقوقه كاملة ويعيش حياة كريمة، عشان يثبت للعالم كله إن الشعب ده شعب متحضر بإمكانياته وبعقول أبنائه وبتفكيره، مش بالهمجية اللي هم بيعملوها دي. سبب النكسة اللي حصل دي والثورة اللي حصل دي تزوير الانتخابات. أنت بتعيد نفس السيناريو، نفس السيناريو بتعيده، بتجيب برلمان مشوه، يشرع دستور مشوه فقد شرعيته، وبعدين تطلع تقول لي ان كنت عاوز تشيل المجلس الاعلى اعملوا استفتاء. هو انت كنت تجيب بالاستفتاء؟ هو المجلس العسكري جه الكرسي بالاستفتاء؟ ده المخلوع اللي حطك عشان تقضي على الثوره وتتشفى من العالم وتاخد حق المخلوع. يبقى انتخابات ايه؟